دوان بوهيد، اهلا بك استاذ. اذا يوم امس رئيس الجمهوريه في كلمته اذا امام الجمعيه العامه للامم المتحده طرح وتطرق للعديد من النقاط، ابرزها القضيه الفلسطينيه، كذلك الازمه في الروسيه الاوكرانيه، وكذلك الازمات والنزاعات الحاصله اليوم في القاره الافريقيه. قبل ان نتحدث ونخوض بالتفصيل في هذا النقاش، نتكلم بصفه عامه. القاده ورؤساء العالم بالاضافه طبعا رئيس الجمهوريه يوم امس تطرقوا الى نقطه جد مهمه، الا وهي اعاده إصلاح منظومة الأمم المتحدة. سؤالي لك، هل هذا دليل أستاذ بوهيد على أن هذه المنظومة اليوم لم يصبح لها دور فعال؟ لا، هو الأكيد أن المنظومة منذ 1945 لم يتغير فيها شيء، والعديد من الدول طالبت بإصلاحات هيكلية وحتى جذرية في الهيئة الأممية حتى تتمكن من القيام بوظائفها المكتوبة على الأقل، لأنه ما يحدث نظريا لا نجده على أرض الواقع. معظم الدول كانت تحت وطأة الاستعمار عندما تأسست هذه الهيئة، وجدت 5 دول فقط في مجلس الأمن. الكثير من الدول الإفريقية خاصة طالبت بعضوية دائمة في مجلس الأمن تمثل القارة الإفريقية، لكن لا رد. والدليل على ذلك أنه أشغال قمة الجمعية العامة 78 التي بدأت يوم أمس غاب عنها يعني 4 من القادة المهمين، وهم الرئيس الفرنسي والرئيس الروسي والرئيس الصيني ورئيس وزراء بريطانيا، يعني وهم 4 من 5 من أعضاء مجلس الأمن، مما يوحي باللامبالاة لمخرجات الجمعية العامة التي هي في الأساس عبارة عن توصيات ترفع لمجلس الأمن الذي يتخذ القرارات. لذلك الرئيس عبد المجيد تبون أكد على ضرورة الإصلاح، على غرار غيره من القادة طالب أيضا بنظام دولي جديد كنت تطغى عليه المساواة، لأنه لا توجد مساواة ما بين الشمال والجنوب. إذن جذر المشكلة هو في الأمم المتحدة في حد ذاته، لكن مع ذلك تبقى منبر مهم لإطلاق المبادرات ولإسماع صوت الدول، مثل ما حدث يوم أمس عندما طالب رئيس الجمهورية. أعتقد أهم نقطة في كلمته هو المطالبة بجمعية عامة استثنائية لضم فلسطين كدولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة. طيب، في هذه النقطة ما الذي أو مسعى الجزائر لدعم مطالب فلسطين بنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، كيف ترى ذلك؟ لا، هو الأكيد أنه القضية تحتاج إلى حشد دبلوماسي كبير، لأنه صحيح أنه أشغال الجمعية هي علنية إلى آخره، لكن هناك دائما ما نجد ما يعرف بالمشاورات الثنائية واللقاءات الهامشية، تلك هي التي يتم من خلالها حشد المواقف تجاه القضايا التي تهم الدول. والجزائر رهنت منذ فترة على ضرورة ضم فلسطين بعضوية كاملة في الأمم المتحدة، واليوم الرئيس يطالب بطريقة مباشرة سواء حتى المحكمة الدولية لإبداء الرأي والاجتماع الجمعية العامة، لأنها هي التي ستصوت، يعني 193 دولة ستصوت على هذا القرار، فقط طريقة التصويت هل ستكون بالثلثي أو ب يعني النسبي، التصويت النسبي يعني 50+1% فقط يكفي لقبول فلسطين كاملة العضوية. يعني الرئيس يعني رمى الكرة في مرمى الدول، ويعني خليني نقول وضعهم في إحراج أمام ما يحدث من جرائم على الأراضي المحتلة في فلسطين، ومن حق الدولة الفلسطينية أن تكون متواجدة حتى على الأقل ترافع على نفسها في هيئة الأمم المتحدة. الكلمة كانت شاملة، يعني تطرقت لكل النزاعات الحاصلة اليوم خصوصا في القارة الإفريقية، الأحداث في مالي، الأحداث في ليبيا، كذلك الإجحاف الذي وصفه بالتاريخية ضد القارة الإفريقية.
اعتذر لم اسمع جيدا السؤال. كنت قلت على انه كلمه رئيس الجمهوريه كانت شامله، يعني تطرق فيها الى كل ما له، كل النزاعات اليوم الواقعه بالقاره الافريقيه، كذلك وصف الاجحاف التاريخي للقاره الإفريقية، يعني ضد القارة الإفريقية الحاصل اليوم، يعني تقريبا الكلمة كما قلت تطرقت لي وركزت على النزاعات اليوم في القارة الإفريقية وطبعا دور الجزائر في الوساطة. لا أكيد الأمر مهم، لأن الجزائر لما يتحدث الرئيس عبد المجيد تبون هو لا يمثل فقط الجزائر بل يمثل أيضا القارة الإفريقية، لأن الجزائر يعني تسعى من خلال مبادرات، من خلال وساطات متعددة، وتاريخها حافل بإرث كبير في مجال حل النزاعات في القارة الإفريقية، وتملك الجزائر من الخبرة ومن السمعة الكافية لتجعل قادة الدول يستمعون للموقف الجزائري. الرئيس أكيد رتب حتى يعني في ترتيب الأولويات بالنسبة للخطاب الرئيس، بدأ بالقضية الفلسطينية ثم الصحراوية ثم ذهب إلى السودان والساحل وليبيا أيضا. أعتقد أنه الأمر مهم، يعني وضع اليد على الجرح كما يقال، أين هي أهم النزاعات التي تحتاج اليوم إلى حوار، إلى حلول سلمية، إلى تجسيد المقاربة الجزائرية التي تقوم على التنمية لحل هذه النزاعات. وركز أيضا في أمر مشترك في كل هذه النزاعات، هي رفض التدخلات الأجنبية لا سيما العسكرية منها في هذه النزاعات. طيب ماذا عن مخرجات هذه الجمعية في رأيك؟ هل أو ما الذي سيتم التركيز عليه، خصوصا كذلك يوم أمس استمعنا لتدخلات بعض من القادة ورؤساء العالم عن القضية اليوم المتعلقة بحرق المصحف الشريف؟ لا هو اليوم أكيد أنه هناك اختلال في ميزان القوى العالمي اليوم، خاصة ما بين الشمال والجنوب. اليوم لما تدعو هيئة الأمم المتحدة إلى تنمية مستدامة وإلى مساواة، والجميع يعلم أنه غياب المساواة حتى داخل هيئة الأمم المتحدة في حد ذاتها، لأنه كما قلنا في البداية أنه مجلس الأمن يتكون من 5 أعضاء فقط، يعني فرضوا وجودهم على بقية الدول التي كانت مستعمرة عندما تم إنشاء الهيئة ككل والجمعية العامة وهذا ومجلس الأمن الذي يتخذ كل هذه القرارات. إذا يجب العودة أولا إلى ضرورة إصلاح هذه الهيئة، وحتى لا نكون متشائمين، لكن الأمر يبقى صعب حتى لا نقول مستحيل، لأنه صعب أن فرنسا أو بريطانيا أو حتى الولايات المتحدة وغيرها ترفض التنازل على حق الفيتو لدولة أخرى قد تعتبرها دخيلة في مجلس الأمن. الأستاذ في العلوم السياسية والعلاقات الدولية رضوان بوهيدل، نشكرك على كل هذه التفاصيل. مشاهدينا نتوقف الآن عند فاصل ونعود لاستكمال أخبار.